أهلا بكم. دائما ما تحمل البدايات سحرا تتوهج معها الروح، تراها الأعين بإعجاب، إلا أن في عالم الأخبار تبدو الأمور مختلفة، فالعين ترى بعدسة الراصد وتروي بلسان الحقيقة وتنقل كل جديد وحصري حتى يكون المشاهد في قلب الحدث. ننتقل من حدث إلى حدث ونحلق من بلد إلى آخر ليكتمل الخبر. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم متابعات إخبارية. لليوم 90 بعد 300 واليا، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة 43,163 شهيدا ونحو 100,1510 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال. كما واصل الاحتلال جرائم الإبادة في غزة عبر قصف بري وجوي مكثف وشن غارات دموية على مربعات سكنية في مختلف المناطق، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات. يأتي ذلك فيما لا تزال قوات الاحتلال تمنع وصول الطواقم الطبية إلى المصابين شمال القطاع لتقديم المساعدات العلاجية لهم في ظل توقف الخدمات الصحية وخدمات الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ. في وحدة معالجة الحروق الوحيدة في لبنان ترقد طفلة ملفوفة بالشاش من رأسها إلى أصابع قدميها الصغيرتين بلا حراك تقريبا على سرير مستشفى أكبر بكثير من حجمها، فقد عولجت لأسابيع من الحروق الشديدة التي أصيبت بها في الغارات الإسرائيلية على مسقط رأسها في الضاحية الجنوبية. لا كولد محروم من هيدي الأمور، عم عايشة مع وجعها. عايشة مع وجعها وعايشة مع هيدي الحالة الصدمة. حتى لو ولد ما بيعبر بس عنده هيدا يعني بيبي ما بتعبر، شو عمر سنتين إلا شهر ما بتعبر. عايشة مع وجعها، وكان أول شيء كان وجعها أكبر. كلها وضعها كله مقصر. نحن قلبنا عم يبكي معي، يعني قلبنا عم نتحمل، عم كنا قوية كرماله. وكنا بالعادي عايشين بفكرة الحرب، نحن في وضع وكذا. بهذا النهار التنين لأنه تصعدت الأمور، صار كل العالم بدها تفل، فقررنا نفل. بهذه اللحظات يمكن بعدنا بدنا شي نص ساعة تقريبا بنفل بنمشي، فصارت الحادثة. بهذه الحادثة صار شعور آخر، يعني صار وضع تاني عندي بالمخيل بالعقل الباطني، إنه في ضربة، في بيت عم بيهزي، كل شيء عم بيتكسر، الشبابيك، السقف، الدنيا، الفرقة عندي بالبيت. بهذه اللحظات كلها عم بحكي لك إياها باختصار هون، بس هو كلهم شغلة ربع ساعة. السلطات الإسبانية تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين بالمياه من جراء فيضانات، إذ أعلنت الحكومة حداداً وطنياً لثلاثة أيام بدءاً من اليوم الخميس بعد وفاة أكثر من 95 قتيلاً من جراء فيضانات ناجمة عن تساقط أمطار غزيرة اجتاحت جنوب شرقي إسبانيا، وتوفي معظمهم في فالنسيا وسط فوضى سائدة في المناطق المتضررة التي ما زال بعضها معزولاً عن سائر البلاد، في وقت تسابق أجهزة الإغاثة الزمن لإنقاذ أشخاص حاصرتهم السيول والوحول. وتجتاح أمطار غزيرة ورياح عاتية جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع بعد تشكل العاصفة فوق البحر المتوسط، ما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس.
ضرب إعصار كونغري تايوان مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة 73 آخرين بسبب الحوادث الناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية. ووفقا لما أعلنته مركز عمليات الطوارئ المركزي، تجاوز نطاق الإعصار 320 كيلو متر، مما يجعله أكبر إعصار يضرب تايوان منذ نحو 3 عقود. أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم الذي ينتظره العالم أجمع. قام المسؤولون في ولاية بنسلفيا الأمريكية بالاستعدادات النهائية قبل ما يتوقع أن يكون إقبالا كبيرا من الناخبين، وقد تم قفل مئات آلات التصويت في صفوف بانتظار تسليمها إلى الدوائر الانتخابية المحلية، وتم تخزين آلاف بطاقات الاقتراع بالبريد في مكان آمن قبل إزالة الأظرف وفرزها يوم الثلاثاء المقبل. وأكد المسؤولون أنه تم اتخاذ تدابير شاملة لضمان أن تكون نتائج الانتخابات عادلة وآمنة ودقيقة، بعدما زعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن الولاية تمارس الغش، مشيرا إلى أنه يتم القبض على الجناة على نطاق واسع لم يشهده من قبل. بعد أسبوع واحد من اجتياح العاصفة أوسكار شرق كوبا، واصلت بلدة سان أنطونيو ديل سور في مقاطعة غوانتانامو تقييم الأضرار واستعادة الخدمات الأساسية، كما أشارت تقارير محلية إلى مقتل 8 أشخاص بسبب الإعصار، على الرغم من أن المدى الكامل للأضرار التي لحقت بالإسكان والبنية التحتية العامة لا يزال قيد التحديد. ضرب الإعصار اليابسة كعاصفة من الفئة الأولى في 20 أكتوبر، ما تسبب في دمار واسع النطاق قبل أن يتم تخفيض درجته إلى عاصفة استوائية، كما ترك الإعصار ما يقرب من 10 ملايين شخص من دون كهرباء وتعطلت خدمات الهاتف. حذرت الأمم المتحدة والدول الساحلية من أن الشعاب المرجانية في العالم تتعرض للدمار بسبب أثار ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وحثت الدول على زيادة التمويل للجهود العاجلة لإنقاذها، إذ عقدت جلسة خاصة طارئة إلى جانب محادثات الأمم المتحدة كوب 16 حول التنوع البيولوجي استجابة للشعاب المرجانية التي تشهد عالميا أسوأ تبييض لها على الإطلاق. حدث تبييض المرجان الحالي في فبراير عام 2023 وهو الأسوأ على الإطلاق، حيث يعاني 77% من الشعاب المرجانية من التبييض، وفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، نترككم في أمان الله.